السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا شباب هعلمكم حركه جامده جدا اللي هو هتطير في الجو وتلف. الحركه دي صعبه جدا، عايز كل الناس اللي هتتعلم الحركه دي لازم تخلي بالها، عشان الحركه دي هتقع وتتعور. لازم تلعب في مكان مقفول وتلبس سيفتي اللي هو خوذه وكعان وركب. واهم حاجه يا شباب عشان تتعلم الحركه دي لازم تكون اعصابك قويه، ما تكونش اللي هو حد عادي داخل يركب عجله، لازم تكون متعود على العجله كتير، تكون بتلعب ضغط، عقله، جري، جسمك ناشف عشان تقدر تعمل الحركه دي. الحركه دي اسمها 180. عشان تتعلم الحركه دي لازم تكون بتعرف ترفع جامب عشان تبتدي تلف. دلوقتي اروح المكان بتاعي اللي انا هصور فيه اللي هو المقفول زي انا ما عودتكم، عشان ما ينفعش تلعبوا في مكان مفتوح والعربيه وكده عشان ما تتعوروش. يلا بينا. وبكده يا شباب انا وصلت المكان اللي انا هعمل فيه الحركه، عشان محدش يتعور لازم تلعبوا في مكان مقفول. انا كل مره بقول لكم الكلام ده. بصوا يا شباب، اول حاجه بتكون بتعرف ترفع جامب عشان خاطر الحركه دي معتمده اللي انت بتطير في الجو وتلف. الجامب بقى انا علمته لكم الاول كان كده، هسيبه لكم هنا في الديسكريبشن عشان تقدروا تتعلموا، او تخش على القناه عندي على اليوتيوب تتفرجوا على الفيديوهات هتلاقي فيه فيديو بعلم فيه الجامب اللي هو الباني هاب. تمام، فنبتدي بقى نخش بقى في الحركه بتاعتنا. اول حاجه بتكون الكفه عامله زي كده بالظبط، وبعدين بتعمل كده. طبعا انت بتعملها وانت واقف عشان ما تتعورش. اهم حاجه عشان تعمل الحركه دي، لان الحركه دي جيت هتعلمها وقعت فيها كتير جدا، لازم تلبس سيفتي. بصوا يا شباب، العجله معايا هي سايقه عادي خالص، هبتدي اعمل سنه بسيطه. انا حاطط على الكفه زي ما انت شايف كده، وزن رجلي في الايه، في الكادره او الفريم، وتلف كده اهو، تحط رجلك كده لا تقع. اول حاجه عشان تعمل الحركه دي لازم تتعلم الوقعه. انا مثلا بلف كده اهو، عاد احط رجلي فرد اواميل كده مثلا، اواميل كده، فاهم انت قصدي؟ فانت لازم تقع صح عشان تقدر تعمل الحركه دي وتقدر تكمل فيها، لكن لو وقعت غلط اكيد هتتعور. ربنا يستر عليكم وان شاء الله هتتعلموا. تعال نجرب تاني اهو. انا سايق العجله كده، ممكن بص بلف بوسط كده اهو، او مثلا كان انا مثلا في الشارع اهو، وهبتدي ماسك العجله كده اهو، وهبتدي انط كده في الجو كده اهو، وانا مثلا سايق العجله ماسك العجله كده، وانا بنط شايف رجلي دي اللي هو بخبطها في الكادر مع الجنب مع اللفه كلها، فسنه بسنه لحد ما هتجيب ال 180. بصوا بقى كده، انا هجيب لكم ال 180 اهي، هتلاقي العجله بترجع معاك لورا كده. بس طبعا لما العجله هترجع معاك لورا هتلاقي نفسك طبعا ايه، انت عشان عجلتك مش متعدله زي ما انا معدلها، كان عندي سره ترجع لورا من غير بدال ما يرجع لورا. ادي حاجه. ثاني حاجه عشان خاطر لما ترجع لورا انت مش هتعرف ترجع لورا. ليه؟ اقول لك ليه. لان في حركه برده انا متعلمها وعاملها برده في قناتي على اليوتيوب، لو انت دخلت في الفيديوهات عندي هتلاقيها موجوده، اللي هو انا مثلا بخبط في الرصيف وارجع لورا. وانا برجع لورا المفروض انت تتعلم الحركه دي. يعني انت عشان تعمل الحركه دي عندك كذا طريقه، يعني تتعلم الحاجه الباني هوب عشان تساعدك في اللفه، وتتعلم ازاي تخبط في الرصيف وترجع لورا وتبدل لورا، لان انت البدال بتاعك مش هيبقى زي عندي. انا عندي بص ثابت. بصوا يا جماعه، انا مش هصعب عليكم الحركه، الحركه انا بالنسبه لي سهله، اما بالنسبه لك انت انت طلع لها صعب، بس هي مش صعبه. انا بشجعكم اللي انتوا تعملوها، بس عشان تتعلم الحركه دي لازم تكون متمكن من نفسك، يعني فاهم قصدي؟ يعني ما تخافش. اللي هو اول حاجه زي ما انا قلت، اول ما تلف كده اهو عادي ممكن تنزل على الارض، مش لازم ترجع لورا عادي. ممكن تاني مره اللي الخطوه الثانيه مثلا تيجي عامل كده اهو وتنزل كده. ثالث مثلا مره كده اهو تبتدي ترجع البدال لورا وتنزل كده اهو. وانت مثلا بترجع لورا زي كده اهو، بص تحاول تظبط جدولك كده وكده كده وكده، كانك بتصب وشك يمين وشمال كده، بس انت بقى بترجع لورا كده بظهرك بقى كده، فاهم قصدي؟ عشان تعدل بوشك بقى دي هقول لك بتعمل ازاي. انا بس عملت كده اهو ويتلفف كده اهو، هتبقى طبعا صعبه معاك عشان تتعلم اللي انت تعدل وشك. احنا قلنا هتخش تخبط في الرصيف كده اهو، تفضل تتعلم الحركه دي اهو. انت بقى هتعملها كده عشان انت عجلتك ما فيهاش سره زي السره اللي عندك، هتلف كده اهو، تعمل كده اهو، تنط كده. الحركه دي بتتعمل كده برضه اهي، تتوازن. تعالى بقى اوريكم كام حركه بقى كده.
وبكده يا شباب الحلقه بتاعتنا انتهت. يا رب تكونوا اتعلمتوا واستفدتوا. ولو اي حد وقفت مع اي حاجه ممكن تكتبوا لي في الكومنتات اللي تحت او تكلموني على الفيسبوك او الانستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعي في الديسكريبشن. باي، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.